اختفى طبيب ومسعف في ظروف غامضة، وأصيب 3 أطباء آخرون أثناء إسعاف المصابين في اشتباكات مدينة جدابية. وقال مصدر طبي لبوابة الوسط اليوم الثلاثاء أن الطبيب أحمد عمر غريب والمسعف علي بولبع جزوية فقد الاتصال بهما منذ يوم الأربعاء الماضي أثناء عودتهما إلى محل إقامتهما بشارع طرابلس بعد الانتهاء من تأدية واجبهما الإنساني، ولم ترد عنهما أي تفاصيل أخرى حتى هذه اللحظة. وأكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لدواعي أمنية إصابة كل من الطبيب ميلاد الترهوني والطبيب بشير الزوي بشظايا قذيفة في أنحاء متفرقة في الجسم، كما أصيب الطبيب علي السعيتي بشظايا رصاص في الرأس، إلا أن إصابته سطحية أثناء قيامهم بنقل المصابين قرب كوبري 7 أكتوبر وسط مدينة جدابية. وشهدت مدينة جدابية خلال الأيام الماضية مواجهات مسلحة بين شباب المناطق المساندين للجيش الليبي وعناصر تنظيم أنصار الشريعة بشارع القلوز وحي 7 أكتوبر وسط المدينة والحي الصناعي جنوب المدينة. للمزيد دائما زوروا موقعنا الوسط.ly.